شيخ، مثل أن يحدث الإنسان عن صاحب له بأشياء ليست في معايبه، لكن يقول مثلا: ما دعاني إلى وليمته، ما دعاني إلى زواجه، ما أشياء ليست معايب. هل يترك لأنه غيبة أو لأنه ذريعة إلى الغيبة؟ نوع من الغيبة، نعم، يتكلم فيه وهو غايب، يقول فلان بخيل أو فلان لا، ما أساء قال بخيل، أو أساء إلي نعم، أو أساء إلي. دعاني، أو هذه غيبة، وإن قال أساء إلي وظلمني، لأن الطرف الثاني يكره هذا الشيء، يكره أن يتحدث عنه. نعم، وإن قال هو ظلمني وافترى علي أغتابه. إذا كان الكلام في الغائب من باب تحصيل الحق الذي عنده، إنسان ظالم ومغتصب فيشتكيه على ولي الأمر ويقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان كذا، فهذا يجوز للضرورة لأجل الوصول إلى الحق، أنه لا يتوصل إلى حقه إلا بشكايته وبيان اعتدائه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهذا من باب الشكاية لأجل الوصول إلى الحق ودفع المظلمة. وقال يحل عرضه مقيد عند السلطان مثلا أو مطلق؟ حل عرضه بشكايته عند السلطان. أما اللي ما له سلطة ولا ما لا فائدة من ذكر التظلم عنده، لأنه لا ينفع بشيء.